بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو الحج أبو موسى الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة ها هي الشريعة الكاملة ها هي الشريعة الكاملة في مصادرها ومواردها التي لا تصلح الأمم والشعوب ولا يحصل لها الأمن والاطمئنان إلا إذا تمشت خلف نظامها. تثبت النفقة للأقارب أداءً للصلة التي جعلها الله بينه، وقيامًا بواجب حقوق القرابة، وبذلك وغيره من واجبات الشريعة إذا قامت به الأمم الإسلامية والمجتمعات البشرية وجد أعظم مطلوب، وهو المحبة الإيمانية والرابطة الإسلامية، وبذلك يدوم مجدها وعزها، وتكون مرهوبة الجانب صامدة أمام كل عدوان. ويشترط لوجوب الإنفاق على الأقارب شروط أربعة. يشترط لوجوب الإنفاق على الأقارب شروط أربعة. الأول أن يكون المنفق عليهم فقراء، أن يكون الأقارب فقراء، أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به. الشرط الثاني أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه إذا كان من غير عمودي النسب. الثالث غنى المنفق، أن يكون المنفق غنيًا. الرابع اتفاق الدين بين المنفق عليه، لأن الله قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: تجب أو تتمتها لأبويه. أولاً النفقة على الأبوين الأب والأم، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله عز من قائل: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله: أن اشكر لي ولوالديك. فالنفقة على الوالدين والإحسان إلى الوالدين من أوجب الواجبات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. فحق الوالدين كبير، والأم حقها أشد، لأنها تحملت مشاق عظيمة ولا تزال تتحمل حتى تلقى الله. والأب كذلك تحمل مشاقًا عظيمة في طلب القوت والعمل، فكذلك له حق عظيم عند الله عز وجل. وبر الوالدين من أعظم الواجبات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا ولجميع المسلمين والمسلمات. وروى الخمسة الأئمة أحمد
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من أموالهم. ورواه أيضًا ابن حبان والحاكم رحمهم الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله. وأخرج ابن ماجة رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: أنت ومالك لأبيك. قال المعلق: حسن، حديث حسن. وأخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود رحمهم الله بلفظ: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. قال المعلق: حسن. وراوي الحديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال لأبويه: وإن علوا، أن الجد والجدة، ولولده وإن سفل، الولد وولد الولد، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. قوله وإن علوا عن الجد وما فوق والجدة وكذلك، لأن الله جل شأنه سمى في كتابه العزيز الجد أبا، ولعموم قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. قوله ولولده وإن سفل، الولد وابن الابن وإن سفل، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على أبي الولد رزقهن المرضعات وكسوتهن بالمعروف. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقوله تعالى وآت ذا القربى حقه. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه عليه السلام قال لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها وعنه: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف، لا بالإسراف والتبذير بل بالمعروف الشيء الضروري. وأخرج النسائي رحمه الله عن طارق المحاربي رحمه الله قال: قدمت المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، وهو يقول: يد المعطي العليا، أي يد المنفق العليا، وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بأقاربك، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، أي الأقرب فالأقرب. وقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أي بأقاربك. رواه أحمد والطبراني رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال السيوطي رحمه الله: صحيح. قوله ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم بآبائكم، ثم بالأقرب فالأقرب.
قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواه البيهقي رحمه الله بإسناد حسن. قوله لا برحم أي الذين يجب عليهم النفقة الذين تقدم ذكرهم، وأما ذوي الأرحام فلهم حق ولكن غير النفقة. قوله لا برحم أي فلا تجب النفقة لهم ولا عليهم أي ذوي الأرحام. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تجب النفقة لأنها من صلة الرحم المأمور بها شرعا، سوى عمودي نسبه، عمودي النسب الأب والجد والابن وابن الابن وإن نزل، أي فتجب لهم وإن كانوا من ذوي الأرحام لعموم قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، وقوله جل وجل شانه: وعلى الوارث مثل ذلك، سواء ورثه الآخر كأخ أو كعمة وعتيق. يشير المصنف رحمه الله بهذا إلى أن وجوب النفقة لا يشترط له الإرث من الجانبين، فالعمة تجب نفقتها لأن المنفق يرثها بالتعصيب، وهي لا يجب عليها نفقة لأنها من ذوي الأرحام فلا ترث. ومن شرط وجوب الإنفاق والإرث، والعتيق تجب نفقته لأن مواليه بالولاء ولا يجب عليه نفقة لأنه لا يرث. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: لا تجب نفقة العتيق. دليلنا عموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وقد أخرج أبو داود رحمه الله عن كليب ابن منفعة عن جده رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، من أبر أي أحسن إلى من؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي تلي ذاك حق حق واجب ورحم موصولة. قوله سوى عمودي نسبه المراد بهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا. قال: سواء ورثه الأخ كأخ أو كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه، أن يجب الإنفاق إذا زاد على قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، إذا ملك ما يزيد على ذلك، وكسوة وسكنى من حاصل أي من مال حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. قال لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعموم حديث لا ضرر ولا ضرار، ولكن هذا مقيد بحصول الضرر، فإن لم يحصل الضرر وجب الإنفاق. نعم، الذي اعتقده إذا لم يحصل ضرر تجب النفقة ولو من رأس المال وثمن الملك. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث، ثلث النفق، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ والأب ينفق، ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة أي غنية فنفقته على الجدة. قوله فعلى الأم الثلث إذا كان الوارث غير الأب، فنفقة ذلك الفقير الأم عليها ثلث النفقة. هذا المذهب
وقال الشافعي رحمه الله: الجميع على الجد، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. قال: وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وهي الصحيحة. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: والصحيح انفرد العصبة بالإنفاق، لأنه الوارث المطلق. قوله: والأب ينفرد بنفقة ولده، أي دون أمه، لقوله تعالى: وعلى المولود له، يعني الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها وعنه: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أن لا بالتبذير والإسراف. فتؤخذ نفقة الأولاد من مال الأب بالمعروف. وبهذا القول قال الجمهور، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. قال: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ. والأب ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن فقير وأخ موسر، أي غني، فلا نفقة له عليهما. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة، أي غنية، فنفقته على الجدة. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر، أي المرضعة، لحولين. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. قال: كظئر لحولين. الظئر هي المرضعة، فنفقة المرضعة لحولين، فتجب نفقة المرضعة على الأب، على أبي الطفل، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر، أي مرضعة، لحولين. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، لأن الله جل شأنه من حكمه الباهرة قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين في غير ما آية من كتابه العزيز. وعلى الأب أن يسترضع لولده، أي يطلب المرضعة لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، أي موته، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانًا، بائنًا كانت، أي الأم، مطلقة طلاقًا ثالثًا أو تحته، أو كانت زوجة. وإن تزوجت آخر، تزوجت زوج الآخر، فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. أما إذا كانت بائنًا، أي مطلقة طلقة ثالثة، فهذا ليس فيه خلاف، أنه إنما الخلاف فيما إذا كانت الزوجة في حبال الزوج، فهل له إجبارها على إرضاع ولدها؟ الصحيح من المذهب لا، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، مع قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال الشارح رحمه الله: وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله. وقال ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح رحمهم الله: له إجبارها، أي إجبار الأم على الرضاع على ذلك، وهو قول أبي ثور ورواية عن مالك، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والمشهور عن مالك رحمه الله أنها الأم إن كانت شريفة لم تجري عادة مثلها بالرضاع لولدها، لم تجبر عليه، وإن كانت ممن ترضع في العادة أجبرت عليه. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ورضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى.
وجمهور من السلف، ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها، لأنها زوجة، الزوج ينفق عليها، وهو اختيار القاضي في المجرد، وقول الحنفية، لأن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فصل: وعليه نفقة رقيقه أي عبيده وإمائه، إذا كان لك عبيد وإماء فنفقتهم عليك، وعليه نفقة رقيقه وكسوة وسكنى، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، لا يكلفه بشيء شاق كثير، لقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم. فالرقيق نفقته واجبة على سيده، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم أي المملوكين إخوانكم وخولكم أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الله أكبر. دين الإسلام دين الرحمة، متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمهم الله. وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، وإن اتفق أي السيد والعبد على المخارجة جاز. وصفة المخارجة أن يتفق السيد مع عبده على شيء معلوم من الماء، على شيء معلوم من المال يسلمه العبد لسيده والباقي له بعدما يسمح له سيده بالاكتساب والتصرف. إذا اتفق السيد والمملوك أن المملوك يعمل ويكتسب ويعطي سيده شيئا معلوما، فإذا حصل الاتفاق بينهما فالمملوك يعمل ويكتسب ويعطي سيده الشيء الذي اتفق عليه والباقي له، لما في الصحيحين رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رجل مملوك رضي الله عنه، كان حجام، حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعًا أو صاعين من تمر يعني أجرة، وأمر أهله أي سيده أن يخففوا عنه من خراجه، أن كان سيده طلب منه مال يوميًا أو شهريًا، فطلب منهم أن يخففوا عنه. والمخارجة من العقود الجائزة، وأخرج البيهقي رحمه الله بسنده إلى مغيث بن سمي قال: كان للزبير بن العوام رضي الله عنه 1000 مملوك يؤدي إليه الخراج، 1000 مملوك يشتغلون ويؤدون إلى الزبير شيئاً من المال، فلا يدخل بيته من خراجهم شيء أي يتصدق به. كان الزبير إذا استلم الخراج من المملوك يتصدق به رضي الله عنه. قال: ويريحه وقت القائلة، على السيد أن يريح العبد وقت القائلة نصف النهار والنوم أي يريحه للنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبه، إذا سافر معه يركبه وراءه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة
وما ملكت أيمانكم، أي حثوا على المحافظة على الصلاة والإحسان إلى المماليك صلى الله عليه وسلم. قال: وإن طلب نكاحاً زوجه أو باعه. العبد إذا طلب من السيد أن يزوجه فعليه أن يزوجه أو يبيعه، وإن طلبته الأمة مملوكة امرأة طلبت الزواج يطأها أو زوجها أو باعها. وروى البيهقي رحمه الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالمملوك حتى ظننت أن يضرب به أجلاً أو وقتاً إذا بلغه عتق. قوله: وإن طلب نكاحاً زوجه، لعموم قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وكثير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يجب ذلك. قوله: أو باعه، إما أن يزوجه أو يبيعه، لما رواه البيهقي رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومن لم يلائمكم أي يوافقكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. أيها المسلم، ها هي شريعتنا الإسلامية تثبت للرقيق أي المملوك حقوقه وتجعلها محترماً بعدما أباحت الرق لما فيه من العزة للإسلام وأهله، والذل والصغار للكفر والكافرين، وغير ذلك من الحكم والمصالح. ولله في عباده حكم وشؤون لا يعلمها إلا هو، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. فالمعترض على الشريعة الإسلامية الكاملة في مبادئها ومراميها ومقاصدها وأهدافها السامية أي العالية وأحكامها الحكيمة المحكمة بأن الرق لا يجوز، قد عميت بصيرته وأظلم فؤاده واضطربت أفكاره وتعكرت آراؤه وكفر بالله العظيم. الذي ينكر ما شرع الله فهو كافر والعياذ بالله. والرق إنما هو إذا جاهد المسلمون الكفار ونصرهم الله وأسروا أولئك الناس، فأولئك هم العبيد. ومع ذلك الإسلام أمر بالإحسان إلى المماليك. فصل: وعليه علف بهائمه وسقيها. إذا كان عندك إبل أو بقر أو غنم أو غير ذلك من الحيوانات يجب أن تطعمها. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُذِّبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. امرأة ربطت هرة حتى ماتت جوعاً فدخلت النار، فلا يجوز إيذاء الحيوان. وإذا أخذته عليك أن تطعمه وتسقيه. وجاء في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في الأجر وإن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. كل حيوان إذا أحسنت إليه الله يثيبك. قوله: ولا يحملها ما تعجز عنه. إذا كان إبل
أو حمير لا تحلم لا تحمله شيئا يعجز عنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: عذبت امرأة في هرة، ولعموم حديث: يقتص يوم القيامة للشاة القرناء من الشاة الجلحاء. إذا كان في الدنيا شاة لها قرن نطحت شاة ليس لها قرن، يوم القيامة الله يقضي بينهما فيعطي الجلحاء قرن فتنطح التي نطحتها. الظلم ظلمات يوم القيامة. ولما رواه البيهقي رحمه الله من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه عليه السلام دخل حائطاً أي بستاناً لرجل من الأنصار رضي الله عنهم، فإذا فيه في ذلك الحائط جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه الجمل، بكى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سرته إلى سنامه صلى الله عليه وسلم، مسح سنام الجمل رحمة به فسكن أي هدأ الجمل. قال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ أي من مالك هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار رضي الله عنهم فقال: هو لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ أليست ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتتعبه، تجيعه وتتعبه. ورواه أبو داود رحمه الله في سننه. الله أكبر. فدين الإسلام دين الرحمة والشفقة. قال: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. إذا كان عندك شاة أو بقرة أو ناقة ولها ولد فلا تحلب الشيء الذي يضر الولد، اترك لولدها ما يرضعه، لعموم حديث: لا ضرر ولا ضرار. فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. إذا كان يعجز عن النفقة على الحيوان فيبيعه أو يؤجره أو يذبحه ولا يعذبه. يجبر صاحب البهيمة على نفقتها أو بيعها. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله لعموم حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تنبيه: لا يجوز ذبح البهيمة للإراحة كما يفعله البعض، وبالأخص في الحمر الأهلية. قال في الإقناع والمنتهى: ولا يجوز قتلها ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة. إذا كان الحيوان مريض اتركه، أنت لا تذبحه. باب الحضانة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: الحضانة بفتح الحاء، وتعريفها شرعاً هي حفظ صغير ونحوه. الحضانة حفظ صغير ونحوه عما يضره، والقيام بما يصلحه. الحضانة حفظ صغير ونحوه عما يضره، والقيام بما يصلحه. وحكم الحضانة الوجوب. والحضانة لغة مصدر: حضنت الصغيرة حضانة، تحملت تربيتها. مطلب: هل الحضانة حق للحاضن أو المحضون أو لهما جميعا؟ الراجح الثالث أن الحضانة حق للحاضن والمحضون، تجب لحفظ صغير، تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه، أي الذي في عقله نقص ومجنون. والأحق بها أم، الأحق بالحضانة الأم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب
ثم أمهاته كذلك، ثم جدُّ أمهاته كذلك، ثم أختٌ لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمَّات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمَّات أبيه، ثم بنات إخوته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمَّات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. قوله: والأحق بها أب، أي الحضانة. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، قال في الإفصاح: واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، الأم هي أحق بالحضانة ما لم تتزوج، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقول جماهير العلماء رحمهم الله. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، أي حملته، وحجري له حواء، أي ربيته، وثدي له سقاء، أرضعته، وزعم أبوه أن ينزعه مني، أن يأخذه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق بالولد ما لم تتزوجي، فإذا تزوجتي سقط حقه. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم رحمهم الله. قوله: ثم أمهاتها، يعني أمهات الأم، لما رواه البيهقي رحمه الله بإسناده أن أبا بكر رضي الله عنه قضى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته والنفقة على عمر. قوله: ثم أخت لأبوين ثم لأم، هذا المذهب تقديم الأخت لأم لأنها تدلي بالأم، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، ومشى في المقنع على تقديم الأخت لأب، واختاره كثير من الأصحاب، وبه قال الشافعي رحمهم الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. قال: ثم خالة لأبوين، لما رواه البراء ابن عازب رضي الله عنهما أن ابنة حمزة رضي الله عنه اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر رضي الله عنه: بنت عمي وخالتها تحتي، أي خالتها زوجتي، وقال زيد رضي الله عنه: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، قال: والخالة بمنزلة الأم. متفق عليه. تنبيه: اختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء رحمهم الله تقديم أقارب الأب على أقارب الأم في الحضانة، فإن كانت أنثى، إن كانت طفلة أنثى، فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم، وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق، أي العبد، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه. وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قربا لها أو للسكنى فلأمه. الكافر ليس له حضانة، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قوله: بأجنبي من محضون، لو تزوجت بأجنبي لا يكون قريبا لذلك الطفل. قال شارح المنتهى: فإذا تزوجت بقريب محضونها ولو غير محرم له
لم تسقط حضانتها. قوله من حين عقد هذا المذهب، ورجحه ابن القيم رحمه الله في الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وبه قال أكثر العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله. دليل ذلك قوله عليه السلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. والقول الآخر: لا يسقط حقها من الحضانة إلا بالدخول، بعدما يدخل بها الزوج. القول الأول أنه عند العقد، والقول الثاني إذا دخل الزوج بزوجته. وبه قال الإمام مالك رحمه الله قوله: فإن زال المانع رجع إلى حقه. فإذا طلقت الزوجة طلاقاً بائناً عادت حضانتها. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه: لا تعود. وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل رحمه الله: فإن طلقت الزوجة عادت حضانتها. وبه قال أكثرهم. قوله: وطريقه آمنان، أي السفر، فحضانته لأبيه، بفارق قال لمالك والشافعي. قوله: وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها. لهذا قول في المذهب، والصحيح الذي قال عنه في الإنصاف أنه المذهب إذا كان السفر قريبا أو بعيدا لحاجة ويعود، فالمقيم منهما أولى، وهو الذي قدمه في المغني والشرح، وقطع به أي جزم به في الإقناع والمنتهى. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. الولد الذكر إذا بلغ 7 سنين وأمه مطلقة يخير بين أبويه، يخير الطفل، تريد أباك أو تريد أمك، فيكون عند من اختار إذا بلغ 7 سنين. ولا يقر على من ولا يقر من لا يصونه ويصلحه، إذا كان هذا لا يكون صالحا بل فيه شر فلا يعطى له الحضانة. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7 إذا كانت بنت، فبعد 7 سنين أبوها أحق بها، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. دليلنا ما رواه أهل السنن وصححه الترمذي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص وصححه ابن القطان: كتاب الجنايات، الجناية لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وهي عمد يختص القود به. الجنايات عمد يختص به القود، القصاص به، نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهي عمد يختص القود به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني إذا تزوج ودخل بزوجته ثم ثبت أنه زنى يرجم بالحجارة حتى يموت، وكذلك المرأة إذا كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها ثم زنت وثبت ذلك ترجم. والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد والعياذ بالله.
وهذا من محاسن ديننا وشريعتنا السمحة الميمونة المباركة الصالحة الصالحة لكل زمان ومكان. فعند أهل الإنجيل النصارى إنما هو دية أو عفو، وعند اليهود إنما هو قصاص أو عفو. روى ذلك البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية رحمه الله، فخيرت هذه الأمة بين القصاص أو الدية أو العفو، تخفيفا ورحمة بها وإحسانا إليها. إما قصاص إذا كان عمد، أو دية أو عفو مجان بدون شيء إذا عفى القاتل، إذا عفي عن المقتول. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إلا أن يودى أو يقاد، يعني تدفع له الدية أو يقتص إذا كان عمد. رواه البخاري رحمه الله. ولا يحصل الردع والإرهاب عن الاغتيال وسفك الدماء إلا بالحكم بالقصاص وتطبيق أحكام الشريعة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأبعد الله كل زنديق أي المنافق وكل متحذلق يزعم أنه يقول الحق، يعتقد أن القوانين الوضعية أصلح للمجتمعات البشرية، فالذي يقول هذا القول فهو منافق والعياذ بالله. والله القائل وهو أصدق القائلين: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الجناية الثانية شبه العمد، قوله: وشبه عمد. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. وأنكر مالك رحمه الله شبه العمد وجعله من قسم العمد موجبا للقصاص. دليلنا ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، ضربه بسوط أو بعصا ومات وهو ما أراد قتله، هذا شبه العمد. ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، 40 من الإبل في بطونها أولادها، وما بقي 100 من الإبل. رواه الخمسة إلا الترمذي رحمهم الله. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن حبان رحمه الله، وقال ابن القطان رحمه الله هو صحيح، وفي لفظ لأحمد وأبي داود رحمهم الله. قال: عقل أي دية شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه أي شبه العمد. ولما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتتلت امرأتان من هذيل، من قبيلة هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليد، دية الجنين عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي على عصبتها. القسم الثالث من الجنايات وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قال: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، هذا عمد، بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له
مور في البدن، أي دخول في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطاً، أو يلقيه من شاهق من مكان عالٍ، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدةٍ يموت فيها غالباً، أو بسحرٍ أو سمٍ، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. قال: والعمد على 9 أضرب، أي 9 أنواع، كما نبه على ذلك الشارح، وكما هو صريح كلام الماتن. قوله: بحجر كبير، أي رماه بحجر كبير. روى البيهقي رحمه الله عن مرداس أن رجلاً رمى رجلاً بحجرٍ فقتله، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده منه، أي أقام القصاص. قوله: أو بسمٍ، لما رواه أبو داود والبيهقي رحمهم الله من حديث أبي سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بن البراء، فلما مات بشر أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت فأمر بقتلها. والسم مثلث السين، يعني سم وسم وسم، والأكثر استعمالاً هو الفتح. فلما مات البراء من ذلك السم قتلها قصاصاً. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالله سلمه، تكلمت الذراع، ذراع الشاة تكلمت بأنها مسمومة فسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله: وقالوا عمدنا قتله، يعني أردنا قتله. روى البخاري والبيهقي رحمهم الله عن الشعبي رحمه الله أن رجلين أتيا عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر برجل آخر فقال: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما. وشبه العمد أن يقصد جنايةً لا تقتل غالباً ولم يجرح بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه، أي بجمع يده ونحوه، فهذا شبه عمد، لأن هذه الأشياء لا تقتل، فلو قتل يكون شبه عمد. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيداً أو غرضاً أو شخصاً فيصيب آدمياً لم يقصده، فهذا خطأ ليس فيه قصاص، إنما فيه دية وكفارة. وعمد الصبي والمجنون، ذلك الصبي إذا قتل يعتبر خطأ، والمجنون إذا قتل يعتبر خطأ، لما روى مالك والبيهقي رحمهم الله أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه أتى مجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه أن أعقله ولا تقد منه، يعني تأخذ منه الدية ولا قصاص، فإنه ليس على مجنون قود، أي قصاص. وروى البيهقي رحمه الله أن مروان كتب إلى معاوية رضي الله عنه يذكر له أنه أتي بسكران قتل رجلاً، فكتب إليه معاوية أن اقتله به، لأن السكران تسبب في ذلك.